مريم بوتيوتا طالبة أو جزء من زبدة المجتمع، دارسة للطب في سنتها الأولى بعد حصولها على معدل 18 في بكالوريا 2017. تقول مريم إن اختيارها الطب لم يكن فقط حلمها وحلم أهلها منذ الصغر، بل ضامنا أيضا لمستقبلها في الحياة، فالكثير من أمثالها ضاعوا بين مقاعد الجامعة بحثا عن الفضاء المناسب لتفجير قدراتهم. مريم بوتيوتا، تحصلت على بكالوريا 2017 معدل 17.97، كنت شعبة علوم تجريبية، ودوك الحمد لله درت واش حبيت اللي هي طب في كلية البوليدة. قلت إن شاء الله ندير حاجة اللي نخدم بها بلادي، يصيبوني مع في الآخر معناتها نفيد بها، وتاني نشوف روحي تاني، يعني ما يروحش تعب تاعي هكاك في باطل، نقرأ عوام وعوام باش ومن بعد ما نلقاش منصب شغل. عدد كبير من حملات البكالوريا سنويا يرتقون إلى مصاف النوابغ بحصولهم على معدلات عالية تفوق 16/20، غالبا ما يجدون أنفسهم ضائعين بين مدرجات الجامعة بفعل غياب نظرة فعلية للحكومة للاهتمام بهم والاستثمار في عقولهم من خلال مدارس خاصة أو تكوينهم في جامعات عالمية. التلميذ جاب 18 المعدل 19 في الباك تاعو، أو يسنك شغل أو يشوف في روحه حاجة كبيرة وصح حاجة كبيرة ما شاء الله عليه، ومعدا ما يلقى حتى تحفيز من عند الدولة، ما يعطيولوش حقه تاع الصح، ما يديرولوش ما يخليو هو صح ويدفع روحه بروحه، بصح لازم حاجة واحدة أخرى تانية تدفعو باش يطور روحه. لكم هنا أن تتصوروا لو أن الدولة وضعت استراتيجية للاستثمار في النوابغ وإيلاء أهمية لهم، كم من عقل سيشتغل لدفع عجلة البلد نحو الدوران؟